السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نكمل وياكم محاضراتنا ضمن الجزء العملي لمادة التحليلات الهندسية لقسم هندسة تقنيات الحاسبات. طبعا بالبداية احنا هذا الواجهة عندنا، أخذنا المحاضرة السابقة انه شلون نصب البرنامج. هسه نجي نفهم اول شيء شلون نبدي ندخل. طبعا هاي الواجهة نبدي من هاي المكان، الأكثرية انه الأغلبية انتم ماخذينها، مجرد ان اوضح لكم بعض الامور. مثل بالرياضيات اراجع لكم بس بعض الخصائص، انه الضرب تنكتب علامة النجمة، والجمع جمع معروفة، الطرح معروف، القسمة هاي اشارة القسمة عندنا، الصيغة مالتها تكون بالماتلاب، والاس كيف يكون بالماتلاب، والجذر كيف يكون بالماتلاب ايضا. تمام، هاي بالنسبة لبعض الخصائص، والاكسبلينشن شلون ينكتب بالماتلاب. طبعا هاي جدا مهمة، اتمنى الكل يكون عنده فكرة عليها، واللي ما عنده فكرة عليها يقدر يراجعها. تمام، نجي هسه افهمكم انه كيف يكون انه نكتب الكود بالنسبة لأي دالة. يعني مجرد انه يابا فايند لابلاس ترانسفورميشن اوف اف للتي، مطلق فدالة معينة اوجد ليها بطريقة لابلاس. طبعا لا تنسون انه الافضلية بالاقواس، بمعنى ان بتكتب انت، شوف انا هنا الخمسة مضروب في التي، انا ايش سويت؟ حطيت نجمة تي اس اربعة، تي اس اربعة حطيت هاي العلامة مال الاس اللي هي شيفت رقم ستة تطلع لنا بالكيبورد، وبعدين حطيت الاس بين قوسين. انتبهوا شباب للأقواس، انتبهوا لمن؟ للأقواس. الأقواس مهمة، أي قوس تنفتح لازم تغلقه. يعني هذا القوس غلقته، الأخضر ويا الأخضر، الأصفر انغلق ويا الأصفر، وهكذا اللي هو البرتقالي تقريبا ويا هذا البرتقالي انغلق. يعني ماكو شيء ينفتح من الجهة اليسار لازم ينغلق من الجهة اليمين، والأحمر هذا أول واحد اللي هو هذا الأحمر اللي هو أول واحد. تمام شباب، هنا شلون نكتب الاكسبلينشن؟ نكتب اللي هو اكسبلينشن مختصر مضروب في ناقص اربعة مضروب اللي هي نجمة تي. بالبداية احنا راح نجي نكتب هذا الكود، ندخله احنا. نجي على كيفنا جزء جزء، ندخل الاس والتي وايضا اس والتي، شو السالفة؟ سويت سبيسينج والاي، حطينا الفارزة ام النقطة، قلنا انتر. تمام، قلنا انتر، يوم قلنا انتر شو عرف لي؟ عرف لي المتغيرات اللي هي الاس والتي والاي بلا بلاس. يا ابن نجي ننقل لا بلاس، شو يعرف البرنامج؟ يعرف الاس والتي. اذا الاي شو يعتبره؟ كونستانت. الاي شو يعتبره؟ كونستان. نكمل هسه شنو؟ دخل لاب لاس، نكتب مثلا خل نفرض لاب لاس لاب لاس مثلا، ندخل الدالة، نفتح قوس رأسا، ندخل الدالة وراها مثل ايش؟ مثل ساين. نقول مثلا ساين، نفتح قوس المن قوس للزاوية شباب، ساين الاي في تي، ونسد القوس. تمام، ونسد القوس ساين الاي في تي. هذا شي ذكركم شباب، هاي المعادلات الاساسية للجدول. يعني انا يوم اجي هنا ساين الاي تي هو شو مثل لي؟ اي على اس تربيع زائد اي تربيع المفروض. فانا شو اسوي؟ ارجع شو اقول له؟ اقول له انتر. شو طلع لي؟ طلع لي اي على اي تربيع زائد اس تربيع. تمام شباب؟ اختلف بالعكس ما ياثر، ما عندنا اي مشكله. تمام شباب؟ اوكي؟ زين، هسه تقول لي انا يابا ما افهم هاي الصيغه مال ماتلاب، انا اريد الصيغه مال الرياضيات. اقول لك شو تكتب؟ هذا شنو هذا؟ هذا انصر. تكتب بريتي، شو تكتب؟ ها
هذا اللي راح أدز لكم إياه، وراح نكتب pretty answer هذا pretty answer. شو راح يسوي؟ طلع لك الصيغة اللي هي A على S A تربيع زائد S تربيع. تمام شباب؟ add S تربيع. زين هسه راح نجي نكمل نختار لا، نقول يابا احنا نريد لا بلاس لا بلاس المن للخمس للتي باور ستة. شد القوس انتر. تمام انتر. شطاك يا 720 على اس 7. انا ما اعرف، اجي اخذ هذا من جديد واسوي له بيست انتر 27 على اس اس 7. زين شلون هذا طلع؟ لابلاس المن تي اس 6. زين احنا نرجع بالقانون، القانون شو يقول؟ تي اس ان هو ان فكتوريال على اس للاس ان زائد 1. الان 6 زائد 1 يصير 7. اذا المقام بيطلع لي اس اس 7. اذا بدي اطبق صحيح. ايش قاعد اسوي انا لحد الان؟ بدي اطبق صحيح. زين اذا اريد اعكسها، اريد هذا الناتج نفسه اطلع له، يكون يما اطلع له لابلاس انفيرس شو يطلع؟ يطلع لي يا هو اللي هو قبله اللي هو تي اس 6. نجرب. ايش قلنا؟ قلنا شنو الفرق لابلاس على لابلاس انفيرس؟ هو حرف الاي، مجرد اكتب اي لا بلاس اي لا بلاس وافتح القوس واخذ هاي الصيغه الان تجيني 720. شوف قسمه اس اس الاس شنو العلامه هاي الثمانية 7. فهاي الصيغه اللي اكتبها وارجع النوب اسد القوس واقول له انتر. شو راح يطلع لي الانصار؟ ايش قد؟ تي اس 6. اذا اني اشتغلت لك حاليا اللابلاس بالماتلاب واشتغلت اللابلاس انفيرس بالماتلاب تي اس 6. شو اشتغلت؟ اللي هو اشتغلت اللابلاس واشتغلت اللابلاس انفيرس. دا اخذ امثله بسيطه فقط للتوضيح، فقط المن للتوضيح. إذا جانا هذا السؤال في ساين واحد على جذر مدري شنو، لازم أعرف شلون يدخل هنا في حالة الأفضلية. فالأفضل شو تسوي؟ الأفضل عندك تكتبه على صفحة، نقول يا بنيو مثلا، خلينا نقول تكست، هذا التكست، ونكتب أي شيء يعجبك. تكتب أي شيء يعجبك، أفضلية بالأقواس. تمام؟ أوكي؟ أنا هذا عندي مرتبة أفضلية بالأقواس. أنت تكتب على صفحة، تكتب لابلاس تفتح أول قوس بعدين، أو تلزم ورقة وقلم وتحط أفضلية للأقواس. الأس تحط له، واللي جذر شو تحط؟ واللي 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 وإلى آخره. تمام شباب؟ وإلى آخره. حاليا هذا المطلوب منك تفهمه، مجرد انه شلون تطلع اللابلاس واللابلاس انفيرس. مثلا هسه هاي احنا عرفنا اصلا المتغيرات بالبدايه، فمن حق راسا اقول له هذا، اقول له انت راح يطلع لي الناتج مالتي. تمام شباب؟ راح يطلع لي واجي النوب اقول له بريتي، وراح اقول له بريتي ايش راح يسوي؟ طلع لي اياها بالصيغه مالتها القوس اس 5. اوكي شباب، قوس اس 5. اوكي متباوع هنا. هي اصلا السؤال شنو؟ هو السؤال شفتنج. السؤال شنو شبي؟ شفتنج. اذا راح اشوف هنا فشي ناقص، اللي هو ناقص ناقص 4 زائد 4. فعلا الناتج طلع لنا 120 على اس زائد 4، هاي شفتنج. وهنا أنا أيضا شفتنج.
هاي بالنهاية حول، هذا الحل اللي طلع لنا. زين أنا هذا الحل اللي طلع لك صح؟ زين إذا أخذت هذا الحل أوكي وسويت الآتي، إنه قلت له يابا أريد إي الآي لا بلاس، أكتب بهدوء وبسلاسة. شوف بس أنا خليت له بيست، بس أنا المفروض هنا أنا تسوي قوس، وهنا أنا بالأخير أسوي قوس حتى شوف. يوم خليت القوس هنا طلع علامة زرقاء يعني بده يغلق. تمام شباب، وأدوس إنتر فيطلع يطلع هذا. زين أريد أحوله بالصيغة اللي نعرفها بالرياضيات. إيش قلنا؟ قلنا نسوي بريتي ونروح النوب أنصر. تمام بريتي والنوب ونروح للأنصر. تمام شباب، يطلع لنا هذا الناتج اللي هو نفس بالسؤال، بس سوى بدل ما اكسبونشال برا دخل اكسبونشال هنا مره، دخله هنا مره. تمام اوكي شباب، بس هو هذا اللي سواه. طبعا لهنا أنا نتوقف هاي المحاضرة، أتمنى لكم كل الموفقين، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. طبعا هاي الطريقة اللي نطبقها أوكي تمام.